بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله we will cover the second chapter, dental image receptors. What's meant by dental image receptors? أخذنا الإكس-راي ماشين وخدنا إكس-راي production. محتاج إيه علشان أطلع إكس-راي image؟ محتاج إيه؟ محتاج إكس-راي ماشين، محتاج patient أو area أصورها، ومحتاج recording medium to see the image. حاجة أشوف عليها الصورة. This recording medium is the image receptor. مكانه فين الimage receptor؟ بحطه فين؟ بحطه ورا الobject اللي هتصور. For example, this is the X-ray machine. والobject اللي احنا هنصوره for example سنة. وهنحط فين الimage receptor بتاعي؟ يتحط ورا التوث. على أساس إن X-ray beam تنزل to penetrate the object. After penetration of the object, the remaining of the X-ray beam will fall on the image receptor and record the image of the structure that the X-ray has passed through. وفي الآخر هتطلع لي the X-ray image like this. Image receptors are either film or digital. الفرق بين الاثنين ويعني ايه كده ويعني ايه كده. زمان في التصوير، في تصوير الفوتوغرافي، في الفوتوغرافي مش الراديوغرافي، في الفوتوغرافي زمان كنا بنستخدم فيلم زي ده كده وبنحطه جوه الكاميرا. الفيلم ده بنحطه جوه الكاميرا ونصور، وبعد ما يخلص الفيلم بناخده ونروح نحمضه عند معمل التحميض او معمل التصوير. بيتحمض في الريد روم دي، بنسميها بروسيسنج روم، غرفه التحميض، وفي الاخر بيدينا الصور برينتد على الجلوسي بيبر. ده طريقه فوتوغرافي، دي طريقة الفوتوغرافي. والطريقة دي عندنا زيها بالظبط في الدنتال راديوغرافي، بس باستخدام أفلام شكلها كده. بنستخدم الفيلمز، these are the dental films. الدنتال فيلمز دي بنصور بيها البيشنت وبرضو بنحمضها جوه بروسيسنج روم، وفي الآخر بتطلع لنا الصورة. الطريقة دي في التصوير في الفوتوغرافي طبعا ما بقتش موجودة، بس هي موجودة وبكثرة في الراديوغرافي، وهي دي البيز بتاعت الراديوغرافي. النهاردة في الحقيقة في الديجيتال ايرا، بقى ديجيتال ايرا بنستخدم ديجيتال كاميرز. الموبايل فونز بتاعتنا كلنا فيها ديجيتال كاميرز. انت جست بتصور الصورة، بتبقى فيود انستنتينيسلي على يور موبايل سكرين. يبقى اي صورة بتتشاف على سكرين this is a digital image. عندنا في الدنتال راديوجرافي برضو في صورة بتتشاف انستنتينيسلي على كمبيوتر سكرين، بيبقى الفيلم بتاعي ما بنسميهوش هنا فيلم، الريسبتور بقى بتاعي بيبقى برضو ديفايس معين to be inserted inside the patient's mouth، والصورة بتطلع instantaneously على computer screen، ما بحتاجش أحمضها في processing room. إن شاء الله النهاردة we will cover the film receptors، وفي آخر السمستر إن شاء الله في digital radiography it will be covered، آخر محاضرة في السمستر. To know الإكس-راي إيميج بتطلع إزاي، فأنا لازم أبقى عارف the X-ray film بتاعي مكون من إيه، مكون من إيه وإزاي الصورة بتطلع لي، مكون من إيه. It is the dental film composition. ولما أقول dental film composition معناها إن ده microscopic structure composition، يعني حاجة بنشوفها تحت الإلكترون مايكروسكوب ما بنشوفهاش بعينينا. الحاجة الوحيدة اللي أنا بشوفها بعيني هي الفيلم بيز. فيلم بيز دي حته شيت من البلاستيك، دي اللي احنا بنشوفها. لكن الحته الشيت من البلاستيك دي محطوط عليها ايه الطبقات بتاعتها احنا ما بنشوفوش بعينينا، بنشوفه under the electron microscope. ايه هي الطبقات بتاعتنا؟ adhesive layer. adhesive يعني حاجه زي الجلو. يبقى انا عندي شيت من البلاستيك في بيز، ببتدي ابني عليها شويه layers. هبني عليها ايه؟ هلزق اكيد حاجه. هلزق ايه بقى؟ هلزق emulsion layer. The emulsion layer, it is the most sensitive layer of the film. هي دي بقى اللاير اللي بتشترك معي أو هي السبب في تكوين الصورة. The emulsion layer, it is the most sensitive layer. It consists of matrix and crystals. Matrix يعني base, background. ومرصوص إيه على background دي؟ مرصوص عليها crystals, silver halide crystals. هنعرف بعد كده كل كومبوننت من دول اخباره ايه. وعلشان الايمالشن لاير دي هي الموست سنسيتيف لاير اوف ذا دنتال فيلم، لازم لها بروتكتيف كوت اور بروتكتيف لاير علشان تحميها. يبقى اذا انا عندي شيت من البلاستيك، ببتدي اعمل ارص عليها طبقات من فوقها ومن تحتها. هي نفس الطبقات، هما اربع حاجات،
film base, adhesive layer, emulsion layer, and protective layer. نبدأ نتعرف على كل layer. أول حاجة الفيلم بيز. الفيلم بيز دي عبارة عن إيه؟ شكلها كده بالظبط، حتة شيت من البلاستيك. حتة الشيت من البلاستيك دي الـ supporting material of the dental film. هذه support اللي هبتدي أرص عليها الـ emulsion coating اللي هو الـ most sensitive layer. معمولة من إيه؟ إحنا اتفقنا بلاستيك. البلاستيك ده حاجة من اتنين، يا إما cellulose acetate وده بيبقى natural plastic، أو polyester دي حاجات بتبقى synthetic. بس both okay، البوليستر يمكن أقوى شوية، بس الاثنين whether cellulose acetate or polyester both are used in the manufacture of the dental film base. الثيكنس بتاعها قد إيه؟ هي بتبقى البيز دي بتبقى رفيعة 0.2 مليمتر in thickness. طيب إيه هي requirements of the film base؟ أنا المفروض الفيلم بيز دي ليها شوية خصائص. الـ properties or specifications or requirements of the film base. أول حاجة عندي، لو إحنا كلنا ملاحظين إن هي لونها شوية على لبني، blue tint، واخدة blue tint in color. شمعنا الـ blue tint؟ ليه واخدة shadow blue كده؟ ما يبقاش ليه بلاستيك شفاف خالص يعني، ليه واخدة blue tint؟ قال إن الـ blue tint دي هي most comfortable to the eye، لون مريح للعين. إحنا عشان نشوف الدنتال فيلم ده المفروض إن إحنا بنحطه على فيور، نشوف الاكس راي ايمج عموما، يعني احنا بنحطها على فيور، فيور ده كشاف، ونبتدي ان احنا نشوف نتفرج على الصوره براحتنا. طيب لو هي لونها شفافه خالص كده، مش واخده البلو تينت ده، هتخلي اللايت هيتعب لك عينك، اللايت اللي خارج من الفيور ده هيبقى مرهق ومجهد للعين جدا. فبالتالي احنا اديناها، او هو في المانيفاكتشرنج اوف ذا فيلم بيز ادوها ذس بلو تينت علشان هو الموست كومفورتبل تو ذا اي تو بريفنت ذا اي سترين. لازم تبقى ترانسبيرنت اور ترانسلوسنت، يعني هي حته بلاستيك شفافه لونها لباني شويه. الفرق بين transparent و translucent. الobjects عندنا حاجة من ثلاثة: opaque, translucent or transparent. الفرق بين الثلاثة، لو هنتكلم على الopaque objects، opaque objects دي حاجات ليها لون معين بتreflect اللايت، بيreflect اللون بتاعها، فبالتالي حاجة ممكن تبقى اسود. This is number one. This is an opaque object. حاجة black, red, blue, whatever. This is opaque. حاجة ما بتعديش اللي وراها، ليها لون محدد. أمال إيه الحاجة اللي تعدي اللايت؟ الحاجة اللي تعدي اللايت يبقى حاجة شفافة. It's transparent or it's translucent. الفرق بين الاتنين، transparent object ده بيعدي اللايت وبيكشف اللي وراه. يعني أنا شايف إن behind this transparent object there is a star. أنا شايف الستار من وراه، شايف لون احمر ورا ستار، شايف لون جراي ورا ستار، في اوبجكت ورا. يبقى انا الحاجه اللي تعدي اللايت وتبين اللي وراها دي حاجه شفافه. طب اللي يبين اللي وراه بس ما يبينش الديتيلز بتاعت اللي وراه، يعدي اللايت صحيح هو شفاف ولكن مش مبين الديتيلز اوف ذا سراوندنجز، باين في ستار بس الشادو اوف ذا ستار كده حاجه خفيفه. This is translucent. زي بالظبط الفرق ما بين الازاز العادي الشفاف والازاز المصنفر. الإزاز العادي الشفاف ده بيكشف اللي وراه، لكن الإزاز المصنفر ما يكشفش اللي وراه قوي. طب انت عايز الفيلم بيز يبقى translucent ولا transparent؟ والله في manufacturers بيصنعوا transparent وفي manufacturers بيصنعوا translucent. الtranslucent ممكن يبقى احسن شوية، لسبب ان انا لو انا بشوف الفيلم زي كده، لو انا ببص على الايمج بتاعتي، من مصلحتي ان انا ما اشوفش الاوبجكتس اللي ورا، السراوندنج ستراكشرز اللي ورايا، والا انا هبتدي اشوف السراوندنج اوبجكتس فتعملي ديستراكشن للشادوز اللي موجوده على الصوره للحاجات الدنتال اللي انا عايزه اشوفها، هتعملي شويه ديستراكشنز. فمن مصلحتي انها تعدي اللايت عشان اعرف اشوف الصوره كويس، ولكن ما تبينليش ايه السراوندنج ستراكشرز. فمن مصلحتي اكتر انها تبقى ترانسلوسنت. في دراسات اتعملت على transparent و translucent base واكتشفوا في الاخر انهم مش فارقين قوي في الرؤية، يعني both are accepted. ايه تاني requirements of the film base؟ it should have high melting point. ايه قصة الـ high melting point؟ احنا علشان نشوف الايمج بتاعتنا بندخل نحمض الافلام في غرفة التحميض في processing room، بنستخدم processing solutions. processing solutions دي بتبقى of relatively high temperature،
فممكن يحصل اي نوع من انواع الديستورشن او الميلتنج للفيلم بيز، ودي حاجه احنا مش حابينها. علشان كده the film base should have high melting point. زمان ومعلومه كده جديره بالذكر يعني، انه كانوا بيستخدموا ماده معينه للفيلم بيز اسمها سيلفر نايتريت. دي سيلفر نايتريت كان highly inflammable. كلمه inflammable يعني flammable، يعني قابله للاشتعال. فوجدوا انها بتعمل مشاكل كتير جدا في الحقيقه، فبطلوا يستخدموا السيلفر نايتريت وبقوا يستخدموا السليلوز نايتريت، وبداوا يستخدموا سليلوز اسيتيت. السليلوز اسيتيت دي ماده نون انفلامبل او نون فلامبل، غير قابله للاشتعال، عشان كده بقوا يسموها سيفتي فيلم. وخلاص جرى من ساعه اختراع الافلام لحد النهارده زياده عن 100 سنه واحنا بنستخدم السليلوز اسيتيت كفيلم بيس او البوليستر nowadays. It should be dimensionally stable. Dimensionally stable زي ما اتفقنا هي نفس الفكرة، انا بتعرض لي processing solutions ليها درجات حرارة مختلفة، فالمفروض انها حتى ما تقلش، مثلا ما تنكمش بي لما درجة الحرارة تبقى قليلة، او تتمدد لما درجة الحرارة تبقى عالية، فهو لا ما بيحصلهاش اي changes. And it should be photographically inert. Photographically inert يعني خلاص احنا حمضنا الافلام والحمد لله سايبينها وشايلين وعاملين archiving للعيانين ومدبسين الافلام في الفايلز بتاعت البيشنت. Once الفيلم يتعرض للايت المفروض الايمج ما تبص، المفروض الايمج بتاعتك تفضل stable زي ما هي وما تتأثرش بالضوء، ما تتأثرش لما تيجي تشوفها كل شوية على الفيور، لا المفروض ما تتأثرش، شكل المفروض تبقى photographically inert. نستفيد ايه بقى من اللي احنا قلناه ده كله؟ الفانكشن اوف ذا فيلم بيز. يبقى الفيلم بيز كده ايه هي الفانكشن بتاعتها؟ اول حاجه بتسبورت، هي السكيلتون، هي السكيلتون بتعمل لي سبورت للجيلاتين ماتريكس والايمالشن بتاع الفيلم. دي اول حاجه. طب ما هو الايمالشن كان ممكن نحطه على ماده تانية غير السليولوز اسيتيت غير البلاستيك، لا احنا عايزين ماده تبقى ريجيد، فهي it's the skeleton, it provides rigidity or stiffness to the dental film. حاجة كمان it transmits the light to view the image. مش احنا اتفقنا من الكريتيريا بتاعتها انها تبقى translucent or transparent علشان to transmit the light عشان نشوف الصورة، يعني ما هيش حاجة opaque. ففي الاخر الفيلم بيز دي الفانكشن بتاعتها ان هي تعملي support it is to provide support for the emulsion layer and to give rigidity to the dental film as well to transmit the light to view the image. نيجي لتاني layer adhesive layer. الadhesive layer دي عبارة عن ايه وهتأدهير ايه؟ هتأدهير the emulsion layer. Adhesive layer the other name ليها substratum or subcoating. انا ممكن استخدم اي ترم من الثلاثه، لو قلت adhesive layer هي هي، لو قلنا subcoating هي هي، لو قلنا substratum. دي عباره عن adhesive material. adhesive material to adhere mean to adhere the emulsion to the film، بس خلاص دي هي وظيفتها في الحياه، تبقى معموله من الجيلاتين، دي وظيفتها. نيجي لثالث layer عندي emulsion layer which is the most sensitive layer of the dental film. هي most sensitive layer، صحيح هي الموست سنسيتيف لاير، لكن جوه اللاير دي هو الموست سنسيتيف كومبوننت. ايه هو الموست سنسيتيف كومبوننت؟ ذا سيلفر هالايد كريستلز. الايمالشن لاير دي فيها حاجتين، مكونه من حاجتين، ماتريكس، ماتريكس يعني باك جراوند، وانا راسس جواها كريستلز. دايما بنشبهها بالجيلي، عباره هي عباره عن جيلاتين بالظبط كده جيلي، وجوه الجيلي ده احنا حاطين بانانا. البنانة دي هي الكريستلز والجيلي ده هو الجيلاتين ماتريكس بتاعتي. الموست سنسيف كومبوننت هي الكريستلز، ذا سيلفر هالايد كريستلز، لكن الموست سنسيف لاير على بعضها هي الايمالشن لاير المكونه من ماتريكس اللي مكونه من الماتريكس اند كريستلز. نيجي لرابع لاير عندي ده بروتكتيف كوت، بروتكتيف لاير. بروتكتيف لاير اسمها الثاني ايمالجن كوتينج او سوبر كوت. ما نتلخبطش، كان في عندي سب كوتينج، السب كوت ده كان ال adhesive layer، اما السوبر كوت هو البروتكتيف لاير. ما نتلخبطش برضو بين emulsion coating و emulsion layer. emulsion layer دي اللي فيها الماتريكس والكريستلز، emulsion coating ده الكوتينج بتاع الايمالشن اللي هو البروتكتيف كوت،
يبقى كلمة protective layer هي هي super coat، هي هي emulsion coating. ايه اللير دي؟ هي عبارة عن لير صغيرة كده من الجيلاتين بحافظ بيها على الكريستلز، لير خفيفة بتتحط to protect the film surface against mechanical damage during the processing or handling. احنا لما نخلص وبندخل اوضة التحميض ببدأ افتح الفيلم، الفيلم ده ممكن ان هو يتخدش بأي صورة، بنبتدي بنعلقه في كليبس معين او في هانجر معين عشان نحطه جوه البروسيسنج سولوشنز، ممكن اي حركة في دول ممكن تخدش السيرفس اوف ذا فيلم. لو الخدش ده امتد للكريستلز، هنا الكريستلز هتروح وبالتالي الايمج بتاعتي هتبقى مش مكتملة. ففي الاخر لازم يبقى عندي حتة بروتكشن كده خفيفة against this scratch or this mechanical damage. Let's talk about the emulsion layer. The emulsion layer, as we said before, consists of the gelatin matrix and the crystals. طب الجيلاتين matrix دي عبارة عن ايه؟ هي media to provide the homogeneity and even distribution of the crystals and protects the crystals from being detached. يبقى هي الميديا اللي بيبتدي يحصل فيها even distribution للكريستلز، وبتبروتكت الكريستلز انها تقع او انها تبقى concentrated في مكان عن مكان تاني علشان to provide adequate image. الجيلاتين ماتريكس اختاروا الجيلاتين ليه تحديدا؟ علشان الجيلاتين had the capability to absorb the processing solutions. احنا علشان يطلع لي صورة لازم الفيلم ده نحمضه، وعلشان نحمضه بنحمضه في solutions. الـ solutions دي لازم توصل لمين؟ توصل للcrystals. The only part that accounts for the image formation هو الcrystals. مفيش أي حاجة تاني بتشترك في تكوين الصورة، الcrystals هي اللي بتكون الصورة، هي العامل الرئيسي في تكوين الصورة. معنى ذلك إن الجيلاتين matrix دي لازم تكون radiographically inert، يعني ما بتأثرش بالإكس-راي، ولازم تبقى كيميكالي انرت، ما بتتأثرش برضو بالأحماض. يعني أنا الحاجة الوحيدة اللي تتأثر بالإكس راي واللي تتأثر بالأحماض واللي يشتغل عليها السولوشنز بتاعتي هي الكريستلز، ولكن الجيلاتين ماتريكس انرت، ما بيشتركش في تكوين الصورة على الإطلاق. ده جيلاتين ماتريكس can withstand high temperature بتاعت البروسيسنج سولوشنز and it's present on both sides of the film base. احنا اتفقنا ان الفيلم base coated من upwards و downwards بالemulsion layer. ليه؟ طب ليه مش coated من surface واحد بس؟ هي لو coated من surface واحد بس وبيحصل absorption للprocessing solutions، الabsorption ده بيتقل السايد ده، فبالتالي لو تقل سايد والسايد التاني خفيف فهبتدي السايد التقيل يلف على السايد الخفيف، هيحصل ما يسمى بالfilm curling، ودي حاجة مش مستحبة لان ده بيعمل distortion في الصورة، بيلف. صحيح ده photographic film زي كده، ده photographic film، ولكن الريجيوغرافيك فيلم بيبقى أصغر شوية من ده، ولكن بيلف لفة الفيلم بالطريقة دي بيبتدي يتلف على بعضه، ففي الآخر إن مش معقول كل شوية هنفرد الفيلم علشان نقدر نشوف الصورة. ففي الآخر اتفقوا إنهم يحطوا emulsion layer on both sides of the film base. نيجي نتكلم على الكريستلز. الكريستلز دي عبارة عن إيه؟ As we see here the base بره خالص، الباك جراوند دي كلها هي الجيلاتين ماتريكس. الكريستلز هي الستراكشرز دي اللي مكونه من different sizes of particles، كل واحده من دول تسمى كريستل. الكريستل دي معموله من ايه؟ معموله من السيلفر هالايد، mainly سيلفر هالايدز. اشمعنى مجموعه الهالايدز؟ ايه هالايدز دول؟ الهالايدز او مجموعه الهالوجين، لو نفتكر زمان من الكيمستري، دي مجموعة الكلورين أو فلورين برومين، دي كلها مجموعة الهالوجينز. أيودين لما تبقى هالايد هتبقى فلورايد برومايد أيودايد كلورايد. من ضمن دول وجدوا أن البرومايد والأيودايد are very photosensitive، وطالما هما photosensitive يبقوا radio sensitive. طب دي انا حاجه انا محتاجها، طبعا انا محتاج كريستلز تبقى سنسيتيف للاكس راي. ليه سنسيتيف للاكس راي؟ علشان هيحصل لها تشينجز لما تقع عليها الاكس راي اللي جايه من الاوبجكت، هتبتدي تعمل تشينجز في الكريستلز دي، ولما تعمل تشينجز في الكريستلز دي هبقى انا عارف ايه الاكس راي اللي خرجت من الاوبجكت عملت التشينجز في الكريستلز دي، وبالتالي هبقى اقدر اشوف ايمج. طيب يبقى احنا اخترنا ليه الهالايدز؟ علشان هي very photosensitive. مين من الهالايدز؟
البرومايدز اند ايودايدز. عملنا بيها مولكيول اسمها سيلفر برومايد وسيلفر ايودايد. سيلفر برومايد مين 90% من الكريستلز عبارة عن سيلفر برومايد، حوالي 5% سيلفر ايودايد. طب هو ما تعملش ايودايد كله ليه؟ لا، السيلفر ايودايد اضافته هنا لسبب. ايه السبب بقى؟ قال لك السيلفر ايودايد المولكيول دي حجمها كبير شوية، ولما بيزيد السايز بيزيد حاجة اسمها sensitivity of the crystal. يعني ايه sensitivity؟ لما اقول someone is sensitive يعني اقل كلمة بتأثر فيه. الكريستال دي sensitive يعني بتتأثر بأقل كمية radiation. اذا sensitive يعني هي بتتأثر بأقل كمية X-ray، بتحتاج كمية قليلة من X-ray علشان يحصل لها changes علشان تطلع لي الصورة. اذا العيان انا بصوره كمية صغيرة من الاكس راي وكمية كبيرة لا، لو استخدمنا سنسيتيف كريستال يبقى هنصور العيان بلو راديشن دوز. طب دي حاجة حلوة حاجة كويسة، دي حاجة حلوة جدا، لانه الراديشن ليها هازاردس افكت او ليها بيولوجيك دامجنج افكت. اذا انا محتاج ان انا احط سنسيتيف مولكيولز انسايد ذا كريستال تو انكريز ذا سنسيتيفيتي اوف ذا فيلم. ويعني ايه انكريز ذا سنسيتيفيتي اوف ذا فيلم؟ يعني ديكريز ذا راديشن اكسبوجر تو ذا بيشنت. تمام، يبقى احنا عرفنا rule of silver iodide بنزود بيه sensitivity. في sulfur compounds الrule بتاعتها برضو انها تزود sensitivity of the film. وفي بعض interstitial silver ions يعني احنا عمالين نعمل molecule silver bromide ومolecule silver iodide، في بعض silver ions بتبقى detached من molecules دي فبتقع في الجيلاتين matrix وتفضل ثابته كده كsilver ions. هتتحرك بعد كده هتعمل حاجة معينة معانا أو هتعمل رياكشن معين هتعمل. inside the crystal تعال ندخل جوه كل كريستال زي ما اتفقنا الكمبوزيشن بتاعها عبارة عن ايه. تعالوا نشوف جوه الكريستال هيحصل ايه. هنتخيل دي كريستال عبارة عن mainly السيلفر برومايد mainly وفي few amount من silver iodide interstitial silver silver ions كمية بسيطة مش كتير وفي gray parts دي these are the sulfur containing compounds. ال sulfur compounds إضافتها هي وال silver iodide molecule they are called the sensitivity sites. يبقى كل crystal الكمبوزيشن بتاعها بيفرض عليها انها يكون عندها حاجه اسمها sensitivity sites. sensitivity sites اللي هي الكومباوندز اللي احنا حطيناها تو اد sensitivity للكريستال. زي مين sensitivity sites؟ زي الاجزاء اللي فيها السلفر كومباوندز والسيلفر ايدايد. اللي بيحصل upon شوف ايه اللي هيحصل upon X-ray exposure. لو حصل اكسبوجر للكريستال دي، الكريستال دي اللي جوه الفيلم وصلت لها X-ray، هتعمل ايه X-ray جوه الكريستال؟ Once the crystal is exposed, the silver bromide molecule will be ionized. مش الإكس-راي بيم بتعمل ionization. Okay. هي هتعمل ionization للسيلفر هالايد molecules دي اللي موجودة. Was it silver bromide or silver iodide? هنتكلم على السيلفر bromide بما إن هي المين constituent of the crystal. حصل ionization للكريستال. Ionization silver positive bromine or bromide negative. البرومايد مش هيفضل برومايد كده، لا هو عايز يوصل للاستابيليتي فبيتحول لبرومين جاز وبيطلع الكترون، بيخرج الالكترون بتاعه وبيطلع برومين في الاخر البرومين بيقلب البرومايد ايون بتقلب برومين اتوم، فبتبقى البرومين اتوم دي عباره عن جاز فبيسكيب الايمالشن خلاص بيخرج بره ويهرب من الكريستال يدخل على الايمالشن لاير وخلاص انتهى الموضوع. ايه اللي بيحصل بالنسبه للالكترون؟ لاحظنا ان الالكترون it goes to the mean سمينا ال gray parts دي sensitivity sites. الالكترون ما قعدش في الكريستال كده، لا هو راح على طول على ال sensitivity sites. it moved inside the crystal towards the sensitivity site. وصل لحد ال sensitivity site. electrons كتير، هو مش الكترون واحد، هو الاكس-راي بيم مش بتهيت مولكيول واحدة بس في الكريستال، لا ده millions of molecules inside the crystals are hit by the x-ray. والموضوع الالكترون اللي بيروح للسنسيتيفيتي سايتس ده بيحصل في اي سنسيتيفيتي سايت هتلاقيه عمل كالكترون تراب. وبعدين ايه اللي حصل؟ هتلاقي ان السنسيتيفيتي سايتس دي كلها acquired negative charge، ما هي كلها مليانه الكترونز،
فكلها هتبقى نيجاتيف تشارج. طالما هي نيجاتيف تشارج يبقى هتاتراكت مين؟ هتاتراكت السيلفر. يبقى كل السنسيتيفيتي سايتس هتاتراكت الانترستيشال سيلفر الموجود والسيلفر ايونز الموجوده. كل الكلام ده هيروح للسنسيتيفيتي سايتس اللي هي دلوقتي بقت نيجاتيف تشارج. وانس انها راحت للسنسيتيفيتي سايتس يبقى السيلفر ايونز، وقابلت الالكترون يبقى السيلفر ايونز هنا تحولت لسيلفر اتومز. سيلفر اتومز بقى اسمها سيلفر سبيكس. السيلفر اتومز اللي اتكونت اسمها سيلفر سبيكس. سيلفر سبيكس، سيلفر سبيكس دي مهمه. دي مهمه جدا في الحقيقه، لان السيلفر سبيكس دي هي الكاتاليست بتاعت عمليه البروسيسنج. البروسيسنج سولوشنز اي كريستال فيها سيلفر سبيكس بتتعرف عليها وتبتدي تشتغل عليها. الكريستالز اللي ما فيهاش سيلفر سبيكس ما تعرفهاش فما بتشتغلش عليها. يبقى السيلفر سبيكس دي حاجه مهمه، جزئيه مهمه في التحميض، او جزئيه مهمه في التحميض وفي تكوين الصوره كمان. سون انها جزء مهم في التكوين بتاع الصوره سميناها latent image sites. يبقى السايتس اللي كانت اسمها sensitivity sites after the electrons were trapped inside it and after the silver ions were moved to it and formed silver atoms and formed silver specks, they are transformed to latent image sites. Upon exposure, the X-ray beam causes ionization to the silver halide molecules, mainly the silver bromide molecules. Once ionization occurs, the bromide ion will be transformed to bromine atom and or bromine gas and escapes the emulsion. What about the electrons? The electrons will be moved to the sensitivity sites. The sensitivity sites then acquire negative charge. These negatively charged sensitivity sites attract the silver ions inside the crystal. Once attracted, they are transferred into or they are transformed into silver atoms. These silver atoms are called silver specks. Once silver specks are formed, these sensitivity sites are then called latent image sites. And this what we call latent image. يبقى ايه اللي بيحصل؟ في عندي صورتين بيتكونوا في الحي، في صورة او هي مراحل. once يحصل exposure للاكس راي بيم، exposure للفيلم للاكس راي بيم، يعني انا حاطط الاكس راي فيلم inside the patient's mouth وعملت exposure، بتتكون بيحصل كل اللي احنا قلناه دلوقتي ده latent image formation، وبتتكون لك latent image. ايه هي latent image؟ latent image دي عبارة عن aggregations لsilver specks inside the crystals. كل اي كريستال فيها silver specks متجمعة موجودة، دي يبقى هنا اتكونت عندي ما يسمى ب latent image. امتى تبقى؟ يعني ايه latent؟ يعني invisible، احنا مش شايفينها. يعني افرض احنا صورنا الفيلم عرضناه الاكس راي وروحنا فتحناه، فتحته بعد ما عرضته للاكس راي، هلاقي في صورة مش هتلاقي في حاجة خالص، مش هتشوف حاجة مختلفة خالص، هنشوف منظر الفيلم طبيعي خالص ومش هنشوف اي changes عليه. امتى ابتدي اشوف صوره؟ ابتدي اشوف صوره لما الفيلم يتحمض. ليه لما الفيلم يتحمض؟ علشان الاحماض او البروسيسنج سوليوشنز to know the crystals that have the silver specks. الكريستالز اللي عندها silver specks بتتحد او بترياكت مع البروسيسنج سوليوشنز. الكريستالز اللي ما فيهاش silver specks didn't react مع البروسيسنج سوليوشنز، وبالتالي بتبقى clear crystals، ما مش بتشترك معانا في تكوين الصوره خالص. تعالوا نشوف مع بعض كده ايه اللي بيحصل inside the patient's mouth. هنتخيل دي سنها، دي radiographic image لتوث. فيها ايه؟ فيها restoration. restoration ده made من الامالجم، فيها امالجم restoration. طيب وفي enamel dentine pulp، دي ال components of the tooth. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل inside the tooth. ايه اللي بيحصل؟ الاكس راي بيم بتعمل ايه once it struck the tooth؟ هنتخيل مع بعض ان انا عندي التوث اللي انا بصورها، this is the object the tooth، وده الفيلم اللي محطوط ورا السنه زي ما اتفقنا. الفيلم ده جواه كريستلز، الكريستلز دي في كريستلز هتبقى opposite للريستوريشن، وفي كريستلز opposite للانامل، كريستلز opposite للدنتين، كريستلز opposite للبلب. ايه اللي هيحصل في كل كريستل من الكريستلز دي؟ اللي هيحصل في كل كريستال هو according للproperty بتاعت كل بتاعت الobject. according للobject، الobject ايه؟ الاكس راي بيم
عندها بروبرتي مهمة جدا اسمها سيلكتيف بنتربيليتي. يعني ايه سيلكتيف بنتربيليتي؟ يعني ات بنتريت ذا اوبجكت، صح كده؟ كل الاوبجكتس، يعني هي بيحصل توتال بنتريشن الاكس ري بي وانس باس ثرو ذا اوبجكت تعمل بنتريشن، بتعدي، بتقدر تعدي؟ لا. امال على حسب ايه؟ على حسب ثيكنس دنسيتي اند اتوميك نمبر اوف ذا اوبجكت. على حسب الثيكنس والدنسيتي والاتوميك نمبر ذا اوبجكت بيحصل بنتريشن. كل ما زادت الثيكنس والدنسيتي والاتوميك نمبر بتاع الاوبجكت بتاعك اللي انت بتصوره، كل ما الاكس ري بيم مش قادره انها تعمل بنتريشن، فبيحصل لها ابزوربشن، ما يحصلهاش بنتريشن، ما تعديش من الاوبجكت. والعكس صحيح. تعالوا نترجم ده على السنه. السنه فيها ريستوريشن. ريستوريشن اتفقنا ان هو معمول من الامالجم. الامالجم ريستوريشن عباره عن ايه؟ مينلي ميركوري. الميركوري الاتوميك نمبر بتاعه بس 80، فا اتس فيري هاي اتوميك نمبر. يا ترى الاكس ري بيم لما تعدي من الامالجم ريستوريشن او لما تخبط الامالجم ريستوريشن هتعدي الناحيه الثانيه، هتبنتريت وتوصل للفيلم ولا مش هتعمل بنتريشن؟ الاجابه لا، هي مش هتعمل بنتريشن، دي مش تقدر تعمل بنتريشن لان في هاي اتوميك نمبر. ندخل على الانامل. الانامل ايه الكومبوزيشن بتاعه؟ هو هيدروكسي اباتايت كريستلز، 99% هيدروكسي اباتايت كريستلز، 1% اورجانيك كومبوننت. الاورجانيك كومبوننت الانتوميك نمبر بتاعها قليل جدا، فبيعمل بنتريشن، بيخلي الاكس ري تعدي منه. لكن 99% مينرالز دي برضو حيطه سد كده، ففي الاخر الانامل بيعدي الاكس ري ما بيعديش؟ لا، اولموست ما بيعديش، اولموست. طب هو ما بيعديش زيه زي الريستوريشن، زيه زي الهيدروكسي ابتايت، زيه زي الامالجم ريستوريشن؟ لا، الامالجم ما يعديش حاجه خالص. الانامل ممكن يعدي حاجه بسيطه جدا من خلال حته الماتريكس بتاعته. بيسايدز ان الاتوميك نمبر بتاع الريستوريشن اعلى من الاتوميك نمبر بتاعه الهيدروكسي ابتايت. الريستوريشن زي ما اتفقنا الميركوري اذا الاتوميك نمبر بتاعه 80، فال هيدروكسي ابتايت with الكالسيوم او فوسفورس، الكالسيوم الاتوميك نمبر بتاعه 20 والفوسفورس الاتوميك نمبر بتاعه 15، فحتى الابيليتي تو ابزورب الاكس ري بيم هتبقى اقل من الامالجم. ففي الاخر هيحصل عندي توتال ابزوربشن، مفيش اي نوع من انواع البنتريشن هيحصل لي في ريستوريشن. وانس ذا اكس ري بيم هيت ذا ريستوريشن اتس توتالي ابزورب، مفيش حاجه عملت بنتريشن. الانامل اقل شويه من الريستوريشن، ممكن يسمح بمرور بعض الاكس ري بيم اللي هي القويه جدا. طب بالنسبه للدنتين، الدنتين بتاعي 70% منه ان اورجانيك كومبوننتس هيدروكسي ابتايت، و 30% الفاضلين دي اورجانيك ماتر. طب يعني هيعدي الاكس ري مش هيعديها؟ هيعدي الاكس ري طبعا، في الاكس ري بيم هتقدر تعمل بنتريشن للدنتين بما ان هو اضعف في الاتوميك نمبر او اقل في الاتوميك نمبر واقل في الدنسيتي من الانامل، هيحصل بنتريشن لبعض الاكس ري بيم. طب ريجاردنج البالب، البالب ما فيهوش اي ان اورجانيك كومبوننتس خالص. البالب عباره عن تيشوز وبلاد سبلاي نيرف انرفيشن وليمفاتيك فيسلز واودونتوبلاست، يعني هو ما فيهوش اي نوع من انواع الان اورجانيك بارتس، فبالتالي هيعمل توتال بينتريشن الاكس ري بي. في الاخر الصوره هتطلع عامله ازاي؟ هي الاكس ري بيم لما بتقع على الفيلم، يعني لما بتعمل بينتريشن الاوبجكت وتقع على الفيلم، بتعمل ايه في الفيلم؟ بتحرقه، تمام؟ يبقى الاكس ري بيم بتحرق الفيلم او بتسود الفيلم. فالحتت او الاجزاء من الفيلم اللي حصل لها اكسبوجر، لو حصل لما بيحصل بنتريشن الاكس ري بيم بتقع على الفيلم، الاجزاء من الفيلم اللي حصل لها اكسبوجر باي ذا اكس ري بيم بتبقى لونها بلاك، الاجزاء اللي ما حصلش ليها اكسبوجر باي اكس ري بيم بتبقى وايت. نعرفها كده. في الاخر اتكونت عندي صوره، الصوره اللي زي ما قلنا قبل كده فيها اجزاء بلاك وفيها اجزاء وايت وفيها اجزاء جراي. البلاك الوايت الجراي ده بناء على ايه؟ بناء على الاكس ري بيم بينتريبيليتي. الارياز البلاك زي الاير سبيس ده ما فيش اي ان اورجانيك ماتر، ما فيش حاجه تخشه خالص، ده اير. البلاك زي الدنتال بالب ده كله بلاك، البلاك ده معناها حصل توتال بينتريشن الاكس ري بيم. ريجاردنج الاجزاء الوايت ده ريستوريشن، ده حصل عندي توتال ابزوربشن الاكس ري بيم. ريجاردنج بقى في عندي حاجه تانية، يعني انا عندي وايت وعندي بلاك وعندي جراي، بقى عندي لايت جراي وعندي دارك جراي. لايت جراي الانامل، دارك جراي الدنتين، على حسب مين برضو؟ على حسب the penetrability of the x-ray beam. يبقى كل ما زادت the penetrability of the x-ray beam كل ما زاد او كل ما اغمق اللون في الصوره،
كل ما كانت الصورة more black، كل ما قلت ال penetrability، كل ما تلاقي ال areas of the object بتاعتك بقت more white. dental film classification، هنقسم dental films. احنا خدنا dental film لحد دلوقتي، خدنا dental film composition و latent image formation. نبتدي نعمل classification للdental films، هل كلها واحد؟ لا، هي مش كلها واحد. عندي intraoral films، extraoral films، self-developing films or injectable intraoral films and duplicating films. In this part of the lecture, we will cover only the intraoral films. First, معنى كلمة intraoral يعني it's placed inside the patient's mouth. كلمة intraoral film جوه بق ال patient. يعني ايه جوه بق البيشنت؟ يعني في الاخر انا هصور سنان، ممكن اصور سنه 2 3 4، ممكن اصور الدنتال ارش كله according to the size of the film اللي انا هصور بيه. intraoral films are supplied in packets. الانتراورال فيلمز دول موجودين جوه حاجه اسمها فيلم باكيت. What are the components of the film packet؟ يبقى الفيلم اللي احنا اتفقنا عليه بالcomposition بتاعه بالطبقات بتاعته دي كلها، ده عبارة عن حاجة واحدة بس جوه الباكت. ده component واحد من components of the packet. يبقى انا عندي هنا في فرق بين dental film composition اتفقنا ان دي حاجة microscopic اللي هي الadhesive layer والemulsion، الفيلم base والadhesive والemulsion والprotective layer، ده كله حاجات، ده composition، this is microscopic part. لكن الحاجات اللي حضرتك بتشوفها بعينك دي الـ components of the film packet. لما اجيب الفيلم باكت اشتريه وافتحه هلاقي جواه ايه؟ هلاقي جواه فيلم اللي احنا اتفقنا عليه، وهلاقي من بره خالص الفيلم ده محطوط جوه ايه؟ محطوط جوه باكت او الرابر، ظرف. الظرف اللي من بره ده او بنسميه الاوتر رابر، جواه بنلاقي الفيلم. الفيلم ده محطوط جوه two black papers، ورقتين لونهم اسود، وعندي ليد باكينج، حتة ليد زي الليد فويل كده، بتبقى محطوطة inside the film packet. كل حاجة من الحاجات دي ليها وظيفة معينة. تعالوا مع بعض نبدأ مع بعض نشوف، ندخل نفتح كده فيلم باكت ونشوف جواه ايه. اول حاجة عندي ده outer wrapper، ظرف صغير كده علشان نحط فيه شوية حاجات. ايه شوية الحاجات دي؟ two black papers، والفيلم enclosed inside the two black papers. واخر حاجة عندي lead foil. طب ده outer wrapper، الظرف الصغير ده معمول من ايه؟ او ليه احنا بنحط اصلا الفيلم جوه كل الحاجات دي؟ first of all بالنسبة للouter wrapper احنا بنحط الفيلم جوه الظرف الصغير ده to protect against light. انا مش عايزة الفيلم يتعرض لضوء خالص. طب لضوء بس ولا حاجة تانية؟ قالك لا، مش احنا بنحط الفيلم جوه inside the patient's mouth، ما هو فيه سلايفا، فانا مش عايزه لا يتعرض لا الضوء ولا السلايفا، يبقى to protect against salivary leakage and light leakage. طيب زمان كانوا بيعملوه من cardboard، بيعملوا outer wrapper ده، الظرف ده كان معمول من ظرف ورق عادي طبيعي، لكن وجدوا انه الظرف ده لما يتحط inside the patient's mouth، اي حاجه ورق هتتحط inside the patient's mouth هتتبل، فيحصل salivary leakage هيبوظ الصوره، فبعد كده عملوه من بلاستيك. يبقى الاوتر رابر معمول من البلاستيك، مين nowadays معمول من البلاستيك. له وش وله ظهر، وش الظرف وظهر الظرف. وش الظرف ده بيبقى سطح سموث خالص، بلين خالص كده، وده بنسميه tube side. this tube side من اسمه كده ان هو facing the tube. ايه هي التيوب؟ اللي هو الاكس-ري ماشين. ما هي التيوب هي البارت اوف ذا اكس-ري ماشين ذات جيفز اكس-ري. طيب التيوب سايد ده بيبقى فيسينج ذا تيوب. يعني ايه فيسينج ذا تيوب؟ يعني احنا لو هنحط الفيلم انسايد ذا بيشنتس ماوث، احنا اتفقنا ان الفيلم بيتحط ورا السنين عند اللينجوال اسبيكت اوف تيث، يبقى السطح الاملس الابيض البلين ده بيبقى محطوط فيسينج ذا لينجوال اسبيكت اوف ذا تيث. طب وظهره بقى اللي هو ظهر الظرف، ظهر الاوتر رابر، بيبقى موجود في التاب او الفلاب اللي بنفتح منها الباكت بس، ولا بيبقى في حاجه تانية؟ عاده بيبقى كلر كودد، له لون كده معين، ممكن يبقى لونه مثلا اخضر، ممكن يبقى لونه ازرق. according لايه؟ according للسبيد اوف ذا فيلم. يعني ايه سبيد اوف ذا فيلم؟ فيلم سبيد دي يعني sensitivity اوف ذا فيلم،
فاكرين لما اتكلمنا عن السنسيتيفيتي وقلنا الافلام في بعض الحاجات اللي احنا بنحطها تزود السنسيتيفيتي بتاعه الافلام عشان تاخد اكس راي اكسبوجر اقل. السنسيتيفيتي بتاعه الافلام دي ليها درجات، في انواع كده للسنسيتيفيتي، فعلى حسب النوع، على حسب ما هو بيكتب في الباك سايد اوف ذا فيلم بيقول لك نوع الفيلم السبيد بتاعه الفيلم ده او السنسيتيفيتي بتاعه الفيلم دي ايه، بيكتبها لك، بيكتب لك في عندي كام فيلم انسايد ذيس باكيت. هو في ممكن يبقى في اكتر من فيلم، اه ممكن يبقى في اكتر من فيلم في الوان باكيت بحد اقصى فيلمين، يعني يا واحد يا اتنين. بيكتب لك المانيفاكتشرر او شركه كودك هي اللي عملت الفيلم ده. للناس اللي هي ما بتعرفش لسه او اول مره تستخدم الدنتال فيلمز، فبيبقى كاتب جمله كده اوبوزيت سايد تو وورد تيوب. اوبوزيت سايد تو وورد تيوب يعني بيقول لك السطح الثاني، الوش الثاني ده، السايد الثاني هو اللي انت توجهه ناحيه التيوب او ناحيه الاكس راي ماشين. في حاجه تانية، في حاجه كده نقطه بارزه كده اسمها ريز دوت او امبوست دوت. ايه الريز دوت او الامبوست دوت دي؟ بتبقى موجوده فين؟ عند التيوب سايد اوف ذا باكيت. ليها وظيفه، احنا دلوقتي هنصور upper molars. الابر مولرز دي صورنا الفيلم وحمضناه، بعد ما حمضناه اعرف منين بقى اذا كان ده الرايت upper molars ولا الليفت upper molars؟ مش هعرف خالص الا لو في علامه معينه تقول لي ان ده رايت من ليفت. العلامه بتاعتنا هنا الريز دوت دي. الريز دوت دي في التصوير وانا بصور اي اريا في الاورال كافيتي بحطها في مكان معين، حطيتها في المكان المعين ده، هي في الاخر اللي بتقول لي لما بعد كده بحمض الفيلم، هي في الاخر مكانها بيقول انا كنت بصور رايت سايد ولا كنت بصور ليفت سايد. تمام، يبقى الهدف من الامبوست دوت دي ان احنا during radiograph taking بتبقى positioned بcertain direction بحيث انها في الاخر لما حمض الفيلم اعرف الرايت سايد بين الليفت سايد. ساعات ما بتبقاش ريزد قوي، بعض المانيفاكتشرز ما بيخلوهاش بارزه قوي كده فمبقاش شايفينها، فبيبقى على الباكت من ورا في الباك سايد اوف ذا فيلم باكت بتلاقي فيه سيركل صغيره اهي كده، هنا في سيركل بتقول لك ان ده مكان ريزد دوت. ليه الكلام ده كله؟ الشغلانه دي ليه من اهميتها؟ علشان فعلا it's very important in identifying right and left sides. تاني كومبوننت عندي two black papers. two black papers ورقتين لهم اسود. وش معنى اسود؟ to guard against light leakage. ما احنا حاطين الفيلم بتاعي جوه الظرف، لا برضو انا بخاف لحسن ساعات التاب بتاعت الظرف دي ممكن تتفتح، التاب بتاعت الاوتر رابر دي ممكن انها تتفتح فتحة صغيرة جدا فيحصل incidental exposure للايت. فعلشان ده ما يحصلش، لأ أنا كمان زيادة في الاحتياط أنا بحط الفيلم ده جوه two black papers زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. أدي black papers دي بتبقى ورقة كده folded تتعمل اتنين ويتحط الفيلم جواها بالمنظر ده. تمام، طيب ايه كمان؟ نيجي للليد فويل. الليد فويل ده بيتحط في الباك سايد اوف ذا فيلم، بنحط الليد فويل باكينج دي في الباك سايد اوف ذا فيلم اوف ذا فيلم باكيت. ان فاكت ايه هدفها؟ تؤرجيزيتي بتاعت الفيلم دي اول حاجه، علشان الفيلم ما يبقاش فلكسيبل قوي كده ويتني مننا، لا احنا بنحط بنعمل تؤرجيزيتي بتاعت الفيلم باكيت علشان ما يتنيش. حاجه ده بس ولا في حاجه تانية؟ لا في حاجه تانية مهمه جدا. ايه الحاجه المهمه دي؟ الاكس راي بيم لما تعمل بنتريشن للاوبجكت بتقع على الفيلم، ولو اكس راي بيم قويه شويه وعمل بنتريشن للاوبجكت للسنه هتدخل تقع على الفيلم، ممكن تعمل كمان بنتريشن للفيلم وتدخل تروح فين بقى؟ تخبط في مين؟ تخبط في الاورال تيشوز، تخبط في اسنان تانية، تخبط في سوفت تيشو او وات سو ايفر. احنا اتفقنا وانس ذا اكس راي بيم بتخبط في اي حاجه بتعمل سكاترد راديشن، يعني بتطلع راديشن تانية ويك في فاريوس دايركشنز. طب الراديشن الويك السكاترد راديشن كتير دي لو ردت تاني على الفيلم هتبوظ الصوره، لان احنا اتفقنا ان اي اكس راي بيم هتقع على الفيلم هتسوده، فهتبتدي انها تظلم الصوره، تحرق الصوره. فوظيفه الليد فويل في المنطقه دي بقى انه لو اي اكس راي بيم السكاترد راديشن لو جت ترد تاني على الفيلم، لا هي ترد على الليد فويل وبتبقى ضعيفه جدا لدرجه ان الليد فويل يقدر يعملها توتال ابسوربشن فما تنزلش تاني على الفيلم من الباك سايد، فبالتالي الصوره تحتفظ بقيمتها. لاحظنا هنا ان الليد فويل لي فاريوس باترنز، هنا شكلها عامل زي السيركلز كده او عامل زي الفيش سكيلز بالظبط يعني.
بنسميها هيرينج بون، وممكن نسميها بتبقى دوتت باترن، ليها باترن، ليها شيء شكل معين كده لازم يبقى محفور عليها باترن معين، ده اسمه هيرينج بون وده دوتت باترن. ليه؟ ساعات بنغلط ومن ضمن الايرورز ان احنا نحط الباك سايد فيسينج ذا اكس راي بيم، بدل ما بنحط الفيلم بالعكس، بدل ما نحط التوب سايد تووردز المشي او تووردز السنان، بنحط الباك سايد تووردز السنان وبنصور، فنلاقي الفيلم واحنا لو عملنا كده يحصل ايه؟ وجود الليد هيابزورب بعض من الاكس راي بيم، فالصوره في الاخر مش هيوصل لها، او الفيلم في الاخر مش هيوصل له اكس راي بيم كفايه، فبالتالي هتطلع الصوره بهتانه، هتطلع فينت عشان ما وصلهاش اكس راي كتير، علشان الليد فويل عمل ابزوربشن لجزء كبير من البيم، فتطلع الصوره فينت فاتحه قوي. في اسباب كتير تطلع الصوره فاتحه، منها ان انا مثلا ما اديتش اكسبوجر كويس للعيان، منها ان انا ما حطيتش الفيلم كويس في الاحماض وقت مناسب. اعرف منين بقى ايه الغلطه اللي انا عملتها عشان اصلحها؟ ما هو فيلم لو فيلم طلع فينت ممكن ما اشوفش منه حاجه خالص، هضطر اصوره تاني، فلما نصوره تاني هنصوره بنفس الغلطه؟ اعرف منين اذا انا الفيلم الفاتح ده طلع نتيجه ان انا كان الاكسبوجر عندي قليل، ولا طلع نتيجه ان انا حاطط الفيلم بالعكس؟ عشان كده عملوا الباترن ده، لان لو احنا حطينا الفيلم بالعكس الباترن ده نفسه هيظهر في الصوره، فهيعرفك ان انت عملت غلطه ان انت حطيت الفيلم بالعكس، وان الفينت ايمج دي طالع سببها انك انت حطيت الفيلم بالعكس مش عشان ان انت قللت الاكسبوجر. يبقى again فايدة الليد فويل باكينج ايه؟ الرجيتي تو ذا فيلم اند بريفنت ذا باك سكاترد راديشن. اخر حاجة عندي الفيلم، وده اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده وعرفنا الفيلم كومبوزيشن، الفيلم بيز والسب كوت والايماجن لاير والسوبر كوت. Intraoral films are supplied in boxes. الفيلم باكتس كلهم، كل الباكتس دي بتبقى محطوطة، كل 100 باكت بيتباعوا كده في بوكسز، في علب كبيرة كل علبة بيبقى جواها 100 باكت. Classification of the intraoral films. We classify intraoral films according to use, according to size، according لاستخدامها، استخدمها في ايه، according لحجمها، according to the speed أو sensitivity، according to the material of the packet، according to number of films inside the packet, according to the emulsion coating, according to the presence of lead, and according to the presence of screens and cassettes. ايه بقى، تعالوا ناخد واحده واحده كل حاجه من فيها ايه. اول حاجه according to use، على حسب الاستخدام بقسم الانتراورال فيلمز. احنا عندنا ثلاث استخدامات للانتراورال فيلمز، ممكن استخدم انتراورال فيلمز عشان اصور pre-epic radiographs، وممكن استخدم نوع تاني من انواع الفيلمز لتصوير بايتوينج ريديوغرافس، وممكن اصور اوكلوزال ريديوغرافس. ايه دول؟ فيرست اوف اول، عندي كلمه بيري ايبيكال فيلمز، يعني فيلم يبين التوث والايبيكال اريا. بيري ايبيكال اريا يعني الاريا اللي تحت السنان كمان، يعني انا حبين كل السنه بالاريا اللي تحت السنان، عشان كده سميناه بيري ايبيكال فيلم. يبقى ده فيلم بستخدمه عشان اصور التوث اند ذا بيري ايبيكال اريا. بايت وينج فيلم، لو احنا شايفين كده بستخدم بصور بسنان upper teeth and lower teeth مع بعض في one film. طب استنى كلها بالperipical area؟ لأ، crown and one third of the root upper teeth، crown and one third of the root of the lower teeth. بأسنان فوق وتحت، معناها العيان biting، علشان كده سميناه bite، العيان عاضد على سنانه وانا بصور وهو عاضد وبين سنان upper وسنان lower. طب ما الأكلوز الفيلم، يعني أنا بحط فيلم على الأكلوز، فيلم كبير كده على الأكلوز surface of teeth وبيبين لي كل الدنتال arch. Pre-epical film indications، طب أنا هل pre-epical films دي لها استخدام معين؟ لو أنا عايز أشوف في الدياجنوزس بتاعي، لو أنا عايز أشوف الـ entire tooth بالperiodontal ligament، باللامينال جورا، بالالفيلر بون، بالperiepical area، كل الكلام ده أنا بستخدم له pre-epical film. لو أنا عندي أي pre-epical pathosis برضو شاكك فيه، لا بطلب بريكومند pre-epical film. لو أنا عندي impactions أو عندي supernumerary teeth في الاندو، endodontic treatment،
لازم بستخدم بالإبيكالجيوغراف عشان أقيس التوث لينث ومونيتور الماستر كون والماستر إبيكال فايل بتوعي، وأبتدي أشوف الأوبتيريشن عامل إزاي. لو عيان أنا عايز أعمله روتين تشيك أبس أو بريودك فولو أب بعمله بالإبيكال فيلم، ولو أنا بعمل إيفاليويشن لـ إدنشلس سبيس علشان أبتدي أشوف هحطه إمبلنت وأبتدي أشوف الـ amount of remaining bone كحاجة مبدئية، ممكن أستخدم الـ pre-epical radiograph. وحناخد الاستخدامات دي بشكل أفضل شوية في التكنيكس إن شاء الله. بايت وينج فيلمز بستخدمهم علشان اصور اشوف بيها زي ما اتفقنا سنان ابر ولور. مني ليه بقى واسمه ليه بايت وينج؟ بايت وينج اللي انا هصور ازاي سنان ابر ولور، هحط الفيلم ازاي؟ قالك هتحط الفيلم بحيث ان نص الفيلم يبقى فوق عند السنان اللي فوق ونص الفيلم يبقى ناحية السنان اللي تحت. طب عشان ده يحصل هنعمل ايه؟ بنحط تاب او وينج بنسميه وينج، بيعد عليه العيان بيعد على التاب دي او على الوينج ده، بيعد عليه بحيث لما يعد عليه يبقى الفيلم كده عندي الجزء اللي فوق من الفيلم في السنان الابر والجزء اللي تحت من الفيلم هيطلع فيه صورة السنان اللور. انا بستخدم التكنيك ده في ايه؟ بستخدمه علشان اشوف ده احسن تكنيك يبين لي ان شاء الله في التكنيكس هناخد طريقة تصويره بتبين جدا البروكسيمال سيرفيسز اوف تيث، بتبين الانتر بروكسيمال اريا. وان انا باين الانتر بروكسيمال اريا معناها ان انا لو عندي اي انتر بروكسيمال كيرس هشوفه، ده من الاماكن الصعبه الانتر بروكسيمال اريا من الاجزاء اللي صعبه جدا ان انا اشوفها في البريبيكال ريديوجراف، بس انا هنا بشوفها بوضوح جدا في البايت وينج ريديوجراف. اشوف الانيشال كيرس، اشوف بدايه كيرس لسه مبتدي في البروكسيمال اسبيكت، يبقى اشوف انيشال انتر بروكسيمال كيرس. اشوف لو انا عندي اوفر هانجنج ريستوريشن وعامل مشاكل للبيشنت، لو انا عندي alveolar bone resorption inter proximal alveolar bone resorption alveolar bone لو حصل resorption هنا معناها ان انا دخلت في حاجه اسمها periodontal disease، ونبتدي نشوف نبتدي نعالج العيان من بدري initial periodontal disease. اشوف الريليشن ما بين deciduous و permanent dentition، لو انا عندي سنان deciduous وسنان permanent وابتدي اشوف انا عندي caries upper D مثلا وعايز اشوف اذا كان التوث دي اعملها ريستوريشن ولا اخلعها بما انها حاجه ديسيدوس. نبتدي نشوف الفور، لو هو الفور الريليشن ما بينه وبين الدي خلاص عمل ريزوبشن للدي فور اكزامبل، فممكن هنا اخلع الدي واسيب الفور يطلع. لو لسه بدري ما حصلش روت ريزوبشن للدي، ما قربش على ميعاد الشيدنج بتاعه، لا هنا ابتدي اعمل ريستوريشن للدي واحافظ عليه لحد لما الفور يطلع. نشوف البالب تشامبر، ولو في بالب ستون او حاجه، ده طبعا في البري اوبراتيف ايفالويشن قبل ما نعمل اندو، علشان قبل ما نعمل اندو لو انا عندي اي بالب ستون او حاجه ببقى عارف وليها مانجمنت معين. ولو احنا عندنا كارز قريب جدا من البالب ببتدي برضو اشوفه. طب بالنسبه للاوكلوزال فيديوجرافس، يعني ايه كلمه اوكلوزال؟ اوكلوزال ده زي ما هناخد ان شاء الله later on في التكنيكس، ده بيبقى فيلم كبير شويه حجمه كبير. الفيلم اللي حجمه كبير ده بنحطه جوه بق البيشنت، بخلي عيان يعض، وبزاويه معينه في التصوير بجيب يا اما الابر ارش لوحده يا اما اللور ارش لوحده. زي ما احنا شايفين هنا، انا في الصوره هنا بصور اللور ارش، دي اللور تيث من ال7 لحد ال7، وهنا نفس الحكايه ممكن من ال8 برده، من ال8 لحد ال8 ده الابر ارش. يبقى الاوكلوزال ريديوجراف او الاوكلوزال فيلمز بستخدمها لتصوير اوكلوزال تكنيك، بتجيب ذا هول دنتال ارش. ولو انا عايز اجيب الدنتال ارش كله، معنى كده ان انا بستخدم التكنيك ده او بستخدم الافلام دي عشان اصور لارج اريا. عندي مثلا لارج ليجن كبير، هل هصوره ببير ايبيكال وجنبه واحد تاني بير ايبيكال وجنبه واحد بير ايبيكال والزقهم او احطهم جنب بعض؟ لا طبعا، لا بتستخدم فيلم حجمه كبير. يبقى لو انا عندي لارج بير ايبيكال باثوزس، لو انا عندي امباكشن اعمل ديتكشن للامباكشن. زي ما احنا شايفين هنا اي ريديوجراف في الدنيا بيبقى 2 دايمنشنال. يعني ايه 2 دايمنشنال؟ يعني هو مبين لي، لو احنا جينا نبص في الريديوجراف هنا في الابر اوكلوزال ريديوجراف، انا بقى شايف طول السنه، شايف الفيرتيكال دايمنشن، وشايف الميزيوديستال اسبيكت اوف ذا تيث. شايف انا باكولينجوال؟ شايف انا ايه الستراكشرز الباكل وايه الستراكشرز اللينجوال؟ نو. طب هنا في الريديوجراف ده انا شايف ميزيوديستال اسبيكت، شايف السنان ميزيوديستالي،
وشايف اللينجوال اسبيكت اوف ذا تيث وشايف البكال اسبيكت، شايف بكال الاسنان في ايه البكال ستراكشرز وشايف اللينجوال ستراكشرز. لكن هل انا شايف الفيرتيكال دايمنشن، شايف السنه بالطول؟ لا، انا شايف السنه عباره عن دوائر زي ما اكون واخد كروس سكشن للسنان. فدايما يا جماعه الريجوجرافس بتاعتنا دي هي 2D ريجوجرافس، ما بتبينليش الثيرد دايمنشن. بري ايبيكال ريجوجراف اللي شفناه من شويه بيبين السنه بطولها كلها، بيبين الفيرتيكال دايمنشن اوف ذا توث وبيبين ميزوديستال اسبيكت، لكن باكولينجوال ايه قدام السنه ايه ورا السنه مش شايف. بايت وينج ذا سيم. الاوكلوزل هو الوحيد في تكنيك منه بيبين لي البكال ستراكشرز واللينجوال ستراكشرز. لو في حاجه هنا في البكال هيبينها لي، لو انا عندي ليجن عامل اكسبانشن في البون ومكبر البون في البكال سايت هيبينه لي، لو انا عندي امباكشن هيقول لي الامباكتد كناين فور اكزامبل او امباكتد ايد هيقول لي الامباكشن ده واقع في البكال ولا واقع في اللينجوال، عشان لما السيرجن يجي يفتح يفتح من ناحيه البكال او يفتح من ناحيه اللينجوال and so on. في اللور ريديوغراف هنا انا عندي في سوفت تيشوز كتير في الفلور اوف ذا ماوث، من اهمها بالنسبه لي السليفري جلاندز. لو انا عندي ستون في السبمانديبولار سليفري جلاند هتبان في الاوكلوزال ريديوغرافس. لو انا عيان عنده تريزمس مش قادر يفتح بقه وعنده واتيفر اي حاجه في اسنانه، عنده امباكتد ايت، والامباكتد ايت في العادي بنصور بري ايبيكال ريديوغراف، ولكن عيان عنده تريزمس مش قادر يفتح بقه فاحنا بنحط له الاوكلوز الفيلم علشان ما يفتحش بقه. انا مش عايز من الاوكلوز الفيلم ده غير العين يبقى عاضد على الفيلم، فبحط الفيلم والفيلم الثيكنس بتاعه مش كبير يعني، فبنحط الفيلم جوه بقه العين، الفيلم باكت كله جوه بقه العين، وبتدي العين يقفل بالراحه ونصور. لو عيان عنده فراكتشر ببتدي اشوف الاكستنشن بتاع الفراكتشر ده، لو عنده فراكتشر في الالفيلر بون بشوف بيه الفراكتشر بتاع الالفيلر بون. According to size we have 5 sizes of the intraoral films starting from 0 and then 4. Regarding size 0, 1 and 2 they are used for pre-epical radiography. دول بستخدمهم pre-epical radiography. Size 0 for the children حجمه صغير بيجيب 1 tooth for the children. Size 1 بيجيب 1 or 2 teeth في ال adults. هو حجمه رفيع وطويل شوية، رفعه ده بيخليه يجيب سنتين anterior. أنا بصور بيه anterior teeth في ال adults أو ممكن أصور بيه anterior or posterior teeth في ال children. Size 2 ده الستاندرد، ستاندرد فيلم بتاعي هو اللي احنا ممكن نستخدمه في اي حاجة، هو الستاندرد بالإبيكال فيلم، بيجيب up to 4 teeth, 4 anterior teeth في الأدلس، الأربعة anteriors, ال 4 incisors، أو بيجيب 3 or 4 teeth كمان according to the size of the teeth في الposterior. Size 0, 1 و 2 برضو ممكن أحط لهم الوينج اللي احنا اتفقنا عليه ده واستخدمه كبايت وينج ريديوغراف. ومعاهم كمان في سايز 3 ده مخصوص للبايت وينج. ليه مخصوص؟ هو رفيع وطويل شوية. رفيع وطويل شوية دي هما ايه هي البايت وينج عموما؟ بايت وينج ريديوغرافس بستخدمها في البوستيرير تيث اكتر من الانتيرير. البوستيرير تيث عبارة عن ايه عندي؟ عبارة عن بريمولرز ومولرز، 2 بريمولرز و 3 مولرز، يعني 5 سنين. عايزة فيلم طويل كده يكفي الخمس سنات دول. طيب وجدوا انه الاورال كافيتي بتاعك، هما مش وجدوا، هي فاكت في الحقيقة ان الأورال كافيتي كيرفت، فالبريمولرز والمولرز مش واقعين في ستريت لاين، لا هما في كيرف، فالمفروض في زاوية معينة أصور منها البريمولرز علشان تطلع مظبوطة وزاوية معينة أصور منها المولرز عشان تطلع مظبوطة. لقوا ان البايت وينج لما بتصور بريمولرز ومولرز مع بعض من زاوية واحدة بيبوظ البريمولرز وبيبوظ المولرز، أو بيطلع البريمولرز كويسين المولرز وحشين أو العكس. فأثبت في الحقيقة فشل وما نجحش قوي في الابليكيشن بتاعته يعني، فعلشان نصور بايت وينج بقى نستخدم سايز 2 ده، بنصور مرة بنصور بريمولر اريا ونصور مولر اريا علشان نشوف يعني نعمل بايت وينج للبريمولرز لوحدهم والمولرز لوحدهم. يبقى أنا عندي هنا في 3 سايز 0 1 2 بستخدمهم في البري ايبيكال تكنيك، 0 1 2 3 بستخدمهم في البايت وينج تكنيك. سايز 4 ملوش غير استخدام واحد اوكلوزل، هو سايز 4 هو اكبر رقم باكبر حجم ما بيستخدمش غير استخدام واحد اوكلوزل. وسايز 2 زي ما احنا اتفقنا this is the standard one. في كلاسيفيكيشن تانية ANSI كلاسيفيكيشن عملتها the American National Standard Institute اسمها ANSI Decimal System of Intraoral Film Identification.
ابتدوا ان هم بدل ما اقول لك هات بري ايبيكال فيلم سايز 2 ابتدوا حطوا رقم معين. الرقم ده هو اللي بيقول لك الفيلم ده هو عباره عن ايه. الرقم ده according to use and according to size. according to size احنا عارفين ان احنا مقسمين already الافلام من 0 ل 4. طب according to use قال لك البري ايبيكال فيلم ياخد نمبر 1, بايت وينج ياخد نمبر 2, اند اوكلوزال ياخد نمبر 3. فبالتالي لما انا اقول لك انا عايزه فيلم 1.0 ده معناها ايه؟ هو يعني لازم النمبر يكتب 1 يعني نمبر ودوت ذا اذر نمبر. 1.0 معناها بري ايبيكال فيلم سايز 0, 1.1 بري ايبيكال سايز 1, 1.2 بري ايبيكال سايز 2, وده الستاندرد. لما اجي اقول لك ايه هو الستاندرد فيلم بتاعك, البري ايبيكال فيلم سايز 2 ده الستاندرد بالنسبه لي, يبقى 1.2 ده الستاندرد. لما اجي اقول لك 2.3 اي حاجه 0.3, دي كلمه 0.3 يعني السايز بتاعه سايز 3, ما ينفعش الا انه يكون بايت وينج, و2 دي اي 2 عندك بايت وينج. اوكلوزال هو 3.4, 3 فور ذا يوز اند 4 فور ذا سايز. 3.4 يبقى الاوكلوزال مالوش غير 3.4. لما اجي انا اقول لك بايت وينج رينجوجراف سايز 2, عايز اعمل بايت وينج او انا عايز بايت وينج فيلم سايز 2, يبقى هو الفورمولا بتاعته ايه؟ 2.2. هنقسم الفيلمز اكوردنج تو سبيد او سنسيتيفيتي. يبقى هي speed أو sensitivity زي ما احنا قلنا قبل كده, the amount of radiation required to produce a radiograph of standard density. عندنا speed قسموها letters, letter A and B دول slow films يعني حايزين كمية radiation كتير جدا, C medium, D E F, D fast, E extra speed, and F the insight. ايه دول؟ قالك السلو والميديم دول خلاص ملهمش استخدام النهاردة, احنا عايزين الفاست او الالترا سبيد, الاكتا سبيد, and the insight ده سبيد بتاعته اعلى كتير. سبيد بتاعته اعلى كتير يعني كمية الراديشن اللي بيحتاجها اقل كتير. What are the factors affecting film speed? اول حاجة عندي size of the crystal, thickness of the emulsion, and presence of radio sensitive dyes. Radiosensitive dyes تمام, هما حبتدوا يحطوا dyes معينة sensitive أكتر للإكس راي, علشان كده they improve the sensitivity بتاعت الأفلام. What about the size of the crystal؟ تعالوا نفكر مع بعض كده. لو أنا عندي كاميرا 2 ميجا بيكسل وكاميرا تانية 20 ميجا بيكسل, أنا واحدة فيهم الريزوليوشن بتاعها أعلى بالتأكيد للكاميرا 20 ميجا بيكسل. طيب الميجا البيكسلز دول كلهم مرصوصين في مادر بورد, هنعتبر المادر بورد دي هي الدنتال فيلم بتاعنا, مرصوصين على المادر بورد دول. طيب العدد الكبير ده اللي هم ال 20 ميجا بيكسل, تفتكروا حجم البيكسل الواحده اكبر ولا حجم البيكسل اكبر في ال 2 ميجا بيكسل؟ بالتاكيد لو انا هستخدم 20 ميجا بيكسل يعني استخدمت, كل ما زاد عدد البيكسلز كل ما صغر حجمها. حلو, يعني small crystal size is accompanied by high resolution. كل ما الكريستال سايز بتاعي بقى صغير كل ما الريزوليوشن بتاعي بقى عالي. طب دي حاجه كويسه جدا, ولكن هنا في مشكله ان عشان تطلع صوره كويسه, علشان تطلع لك صوره اصلا وصوره diagnostic, لازم كل كريستال تاخد اكس راي. فلما يزيد عندك عدد الكريستالز معناها ان انا عايز الاكس راي بيم اكتر, عايز عدد اكس راي فوتونز اكتر عشان تصور العدد الكبير ده من الكريستالز. معناها ان كل ما الكريستال سايز قل, the smaller the crystal size معناها ريزوليوشن عالي, معناها هاي راديشن اكسبوجر. وطالما هاي راديشن اكسبوجر, الحاجه اللي بتاخد راديشن اكسبوجر عاليه بتبقى سنسيتيف ولا مش سنسيتيف؟ لا ما بتبقاش سنسيتيف, يبقى معناها ان هي عندها لو سبيد. يبقى لما يصغر الكريستال سايز, small crystal size معناها high sharpness, ده صحيح, ولكن في high radiation exposure وده يسمى low speed film, والعكس صحيح. لما تزيد الكريستال سايز, تعالوا نتفرج كده, لما تزيد الكريستال سايز هيحصل ايه؟ هيحصل radiation exposure هيبقى اقل, لان انا لما تزيد الحجم الكريستال الواحده معناها ان انا هستخدم اكس راي فوتونز اقل للتصوير, هيقل عدد الكريستالز اللي موجودين, فبالتالي هستخدم اكس راي بيم اقل, ف
فبالتالي السبيد بتاعتي بتبقى اعلى. ولكن الريزوليوشن بقى اخباره ايه؟ حتى الريزوليوشن هنا بالظبط كده زيها زي ما اقولك احنا عايزين نرسم صورة، هنرسم صورة بعشر نقط versus نفس الصورة هنرسمها بمية نقطة. الصورة اللي انا هرسمها بمية نقطة هتبقى طبعا الريزوليوشن بتاعها اعلى من الصورة اللي انا هرسمها بعشر نقط، تمام؟ فالصورة اللي انا هرسمها بمية نقطة دول عدد النقط اللي فيها او النقط اللي موجودين عددهم كبير وحجمهم صغير، انما العشر نقط هتلاقوا حجمهم كبير وعددهم صغير. عددهم صغير هياخدوا عدد اكس ري بيم اقل، ولكن حجمهم كبير هيضيعوا ديتيلز كتير في الصورة. اذا في علاقة هنا ما بين الكريستال سايز and film speed. As the crystal size decreases, the film speed also decreases. Small crystal size is a company is means low speed film. ده طبعا هيبقى على حساب الراديشن، هياخد كده high radiation dose، ولكنه الحاجة الوحيدة اللي هتديها لنا هو high resolution. Regarding the thickness and coating of the emulsion layer. نبدأ نمسك الثيكنس الأول. عندنا في هنا نموذجين، فوق في emulsion thickness قليل thin emulsion layer وتحت thick emulsion layer. أنا واحدة هتحتاج radiation أقل، كلنا طبعا هنقول ان لا، لما الثيكنس بيقل هتحتاج radiation أقل طبعا. الإجابة لا. ليه لا؟ تعالوا نشوف مع بعض لما الاكس ري بيم هتنزل هتعمل ايه. نزلت عندي الاكس ري بيم اهي، حصل ايه بقى؟ ما لقيتش كريستال في الطبقة الأولانية بتاعت الإيماجن، لقيت كريستال في الطبقة التانية. On the other hand، فأنا صورت إيه؟ الإكس-ري فوتون الواحد صور كريستال واحدة. On the other hand، لو زودت الثيكنس of the إيماجن، ممكن عندك الإكس-ري فوتون الواحد يصور كذا كريستال، يهيت الكريستال دي، يهيت كريستال تانية، يهيت كريستال تالتة، يهيت كريستال رابعة. فالإكس-ري فوتون الواحد هنا استخدمته عشان يهيت كذا كريستال في الباسج بتاعه along its way. فلما يهيت كذا كريستال بإكس-ري فوتون واحد، أهيت numerous crystals، معناها ان انا مش عايزة عدد كبير من الاكس-ري photons، ان انا عايزة عدد اقل من الاكس-ري photons عشان يديني صورة. فبالتالي لما زود the thickness of the emulsion معناها ان انا زودت عدد الكريستلز في path of the x-ray beam، فبالتالي انا مش عايزة x-ray beam كتير علشان اصور كل الكريستلز اللي موجودة، لا انا باكس-ray photon واحد بتتصور كذا كريستل. فلما زود the thickness of the emulsion layer بالتالي انا ممكن اقلل الاكسبوجر. فas the emulsion thickness increases the exposure decreases and thereby the sensitivity increases. يبقى هنا في علاقة هنا directly proportional. The thickness of the emulsion is directly proportional with the speed. As the thickness increases the speed increases and the radiation exposure decreases. Regarding the emulsion coating، عندي حاجة من اتنين، يا single coated films يا double coated films. حاليا كل الافلام بتاعتنا دبل كوتد ما عدا السنجل كوتد فيلمز، دول نوع معين من انواع الفيلم ما بستخدمهمش في التصوير ولكن بستخدمهم في الكوبينج او في الدوبليكيشن اوف ذا فيلمز زي ما هنقول ان شاء الله في السكند بارت اوف ذا ليكتشر. دبل كوتد فيلمز افضل او اسرع ولا مور سنسيتيف هاف هاير سبيد اور ذا سنجل كوتد فيلمز؟ دبل كوتد فيلمز ار مور سنسيتيف ذان سنجل كوتد فيلمز. ليه؟ نفس الحكايه اللي فاتت برضو اللي قلناها في الثيكنس، ان البروبابيليتي ان انا عندي المفروض بتتكون في الدبل كوتد فيلمز، او انا عموما بتتكون صوره من فوق وصوره من تحت، صوره من الاباف وصوره من البيلو بارت اوف ذا دنتال فيلم، والصورتين دول بيبقوا سوبر امبوزد على بعض. لو انا عامل سنجل كوت عشان تطلع صوره كويسه يبقى انا لازم اجارانتي ان انا عندي عدد اكس ري فوتونز بعدد الكريستلز اللي موجودين في السايد ده من الفيلم علشان تطلع لي صوره. لكن لو انا عندي دبل كوت فهنا في احتمالية ان الاكس راي بيم اللي ما يلاقيش كريستال في الاباف لاير اوف ايمالشن يلاقي كريستال في البلو لاير اوف ايمالشن، فبالتالي ممكن ان هو الاكس راي فوتون بتاعي انا مش هفقده تماما، انا برضو اي اكس راي فوتون هينزل هيشترك في تكوين الصورة. الصورة دي لو انا عندي ما كونش جزء من الصورة على الاباف بورت يتكون الجزء ده على البلو بورت، فبالتالي انا محتاج عدد اكس راي فوتونز اقل للتصوير. فكل ما زودت الكوت او لو انا عملت دبل كوتد فيلمز احسن او اسرع من ان انا استخدم سنجل كوتد فيلمز. زمان كان فيلم سبيد A و B و C دول كانوا كلهم سنجل كوتد، النهارده D وال E وال F دول دبل كوتد، اسرع مور سنسيتيف
وبالتالي بيحتاجوا كمية اكس راي اقل، وده هو الهدف ان انا اقلل الراديشن اكسبوجر للبيشنت. يبقى احنا هنا عندنا increasing the size of the crystal, thickness of the emulsion and adding radiosensitive dyes all increase the sensitivity of the film. Increase sensitivity يعني معناها increase speed، يعني معناها decrease radiation exposure، على حساب، بس ده كله على حساب في الحقيقة resolution، على حساب resolution of the image. ولكن في الحقيقة الـ types of film starting from the D-speed film ده بيوفر resolution كويسة جدا وما فيش منها أي مشكلة. ايه عندي الفروقات بقى ما بين الدي سبيد والاي سبيد والاف سبيد فيلمز؟ الدي سبيد فرقه بينه وبين السلو فيلمز الجرين سايز بتاعته او الكريستال سايز بتاعته بقت كبيره، والاكسبوجر تايم بتاعه بقى قليل، وده كان حاجه كويسه. والشاربنس بتاعه صحيح الريزولوشن بتاعه او الشاربنس بقى اقل من السلو فيلمز، ولكن ده الشاربنس بتاعه او الريزولوشن بتاع الدي سبيد فيلمز ده ريزولوشن مقبول جدا دايجنوستيكالي حاليا. اخترعوا بعد كده الاي سبيد. الاي سبيد ده قال طب ما احنا نزود الكريستال سايز اكتر عشان نقلل الراديشن اكسبوجر، وفعلا الاكتا سبيد فيلم نص الراديشن اكسبوجر في دي، ولكن الريزولوشن بتاعه طلع وحش جدا جدا لدرجه ان هو اصلا مش موجود حاليا في الاندستري، يعني خلاص بطلوا يصنعوه. نيجي للاف سبيد فيلم. الاف سبيد فيلم بقى ده قالوا طب احنا مش هنكرر نفس غلطه الاي، هنخليه نفس الكريستال سايز اوف ذا دي، بس هنلعب على ايه؟ هنلعب على الكريستال شيب، شكل الكريستال. ده الفرق بين الدي والاف سبيد فيلم في شكل الكريستال. الدي سبيد فيلم شكل الكريستال اللي يسموه جلوبولر، غير منتظمه الشكل، جلوبولر. لكن هنا في الاف سبيد فيلمز هما منتظمين في شكلهم، منتظمين في شكلهم ومتساويين، او مش متساويين في السايز طبعا بس مستويين في الشكل. ده خلاهم ياخدوا راديشن اكسبوجر اقل، فوجدوا ان الشكل ده من الكريستالز الفلات كريستالز بتاخد راديشن اكسبوجر اقل من الجلوبولر كريستالز، وفعلا وصلوا الريزولوشن كويس جدا شبه الدي سبيد فيلم باكسبوجر اقل كتير من الدي سبيد تلت اكسبوجر الدي، وعشان كده سعر الاف سبيد او الانسايت فيلم سعره اغلى من الدي سبيد. According to the material of the packet اتكلمنا قبل كده ان الباكت ممكن يبقى يا كاردبورد يا بلاستيك، وعرفنا الفرق بينهم هما الاثنين، عرفنا البلاستيك احسن. على حسب number of films inside the packet عرفنا ان ممكن يبقى one film، ممكن يبقى two films. طب ليه ممكن يبقى two films inside the packet؟ for اي حاجة، for research work ممكن يبقى في double films inside the packet عشان research، واحد هياخده العيان، واحد احنا هنستخدمه في research مثلا معين، واحد for insurance claims يعني واحد هيفضل عندنا كريكورد والتاني هو هياخده insurance مثلا شركة تأمين بيتعامل معاها، teaching aid واحد احنا هيروح للعيان والتاني هنستخدمه لأغراض تعليمية. فأي حاجة انا عايز اخد كوبي تانية من الفيلم استخدم فيلم في double films in the packet. نيجي للclassification according to the presence of lead, lead backing inside the film packet. Films are either intraoral films are either leaded or unleaded. مين الأفلام leaded؟ almost أغلبهم، يعني أغلبهم اللي موجودين في الباكت اللي شكله عامل كده زي ما خدنا قبل كده أغلبهم بيبقوا leaded. أمال في نوعين بقى مش leaded: self-developing films and injectable intraoral films. إيه الأفلام الـ unleaded دول؟ إيه الفيلمين النوعين الغراب دول؟ السلف ديفلوبينج فيلمز ده نوع من انواع، هما الاثنين يعني في الحقيقه يعني افلام وبيبقى معاهم الاحماض بتاعتهم. السلف ديفلوبينج ده بيبقى الفيلم موجود اهو ومعاه الاحماض بتاعته في نفس الباكت. انجكتبل انترا اورال فيلمز بيبقى افلام بيتصوروا ونبتدي نعمل انجكشن للاحماض جوه الافلام. الافلام اللي بيبقى معاها الاحماض بتاعتها مش محتاجه بروسيسنج روم، دول بيبقوا انليدد فيلمز ما فيهمش ليد. According to the presence of cassettes and screens, cassettes and screens. إيه بقى موضوع cassettes and screens؟ طيب الـ intraoral films موجودين في إيه؟ إحنا الـ supply بتاعهم إحنا اتفقنا الـ intraoral films موجودين كلهم في packets، ودول يعتبروا حاجة اسمها طالما موجود في packet يبقى مش محتاج on the other hand الـ cassette اللي إحنا بنتكلم فيه أو الـ screen، بنسميهم non-casseted or non-screen films. ما سمعناش سيرة cassette، ما سمعناش سيرة screen، بنسميهم direct exposure films. direct exposure يعني ايه؟ يعني الفيلم نفسه بيتعرض للإكس راي فقط لا غير. طب ايه موضوع الكاسيتد او السكرين فيلمز؟
هو الافلام الكبيره شويه اللي هي لما تيجي تصور سكال اكسترا اورال فيلمز عموما زي ما هتناول في البارت الثاني من المحاضره، الاكسترا اورال فيلمز دول بيبقوا كبار في الحجم، فما بتحطوش جوه باكيت، بيتحطوا جوه حاجه اسمها كاسيت، وبيبقى فيه جوه الكاسيت حاجه اسمها سكرين. حاجه اسمها سكرين ليها اكشن معين كده هنعرفه بعد كده، بتخلي الفيلم بتحول الاكس راي للايت، فالفيلم في الاخر يبقى اكسبوز لحاجتين، الاكس راي واللايت. فعشان كده بنسميها indirect exposure films، يعني ان انا بدي exposure صحيح باكس راي ولكن الاكس راي بتتحول بلايت للايت، ففي الاخر الفيلم بيبقى اكسبوز بلايت، عشان كده بنسميها indirect exposure films. دي كل الاكسترا اورال فيلمز. طب هل في بعض الاكسترا اورال فيلمز ممكن تبقى نوت كاسيتد؟ اه في بعض الاكسترا اورال فيلمز نوت كاسيتد بس دي ما بتستخدمهوش في الدنستري. طب هل في بعض الانترا اورال فيلمز بتبقى كاسيتد فيها كاسيت وسكرينز والتكنيك اللي احنا بنتكلم فيه؟ اه ان شاء الله زي ما هنعرف قدام، في نوع من انواع التصوير اسمه ماكسيلري كروس سكشن اوكلوزال تكنيك. لما تيجي تصور اوكلوزال ريديوجراف للماكسيلا للماكسيلري ارش، علشان بيبقى في عندي vital structures، انا لو انا هصور الماكسيلري ارش لازم الاكس راي بيم بتاعتي تبقى جايه من فوق ناحيه عين العيان، فعشان ما يحصلش اكسبوجر للستراكشرز دي للفايتال ستراكشرز زي الهيومن برين او الهيومن اي، ففي الاخر انا بستخدم هذا الكاسيت وهذه السكرين اللي بتحول الاكس راي بيم للايت، ففي الاخر اللايت لما يجي اكسبوز الفيلم يبقى لايت كتير واكس راي بيم قليله، فما بقاش خطر على البيشنت. يبقى الحالة الوحيدة اللي بستخدم فيها في الانترو اورال فيلمز بستخدم فيها كاسيتس وسكرينز ماكسيلري كروس سكشن اوكلوزال تكنيك. According to the presence of emulsion coating اتكلمنا قبل كده ان احنا عندنا single coated films and double coated films. single coating والdouble coating، الdouble coating كل الافلام double فيما عدا السنجل، ده اتفقنا ان هو في الduplicating films ودي هنشرحها قدام. Thanks for your listening and stay tuned to the second part of the lecture. Thanks a lot.